خلال جلسة عامة جديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك في مجموعه على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. والغرض من ده هو طبعا تقليل التكلفة اللي بتاعت الطاقة المنتجة، لأن انت بتستخدم الحاجات الموجودة اوريدي عندهم وبتستخدم وبتحيي الحاجات الغير مستغلة يعني. فده طبعا في اكيد في الاخر يبقى في انعكاس على سعر الكهرباء، كل ما بتقلل التكلفه في الاخر تقدر بعد كده تقدر تعدل سعر الكهرباء لصالح المواطن. كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات في مجموعه، والذي يهدف الى زياده المكافاه التي يتقاضاها عضو هيئه التدريس بعد بلوغه سن 60 وتعيينه استاذا متفرغا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقرره لاعضاء هيئه التدريس وعليه واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن يؤخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. قانون تنظيم الجامعات قانون اتحط سنة 70 في عصر مختلف ببنية مجتمع مختلفة. احنا حاليا كنا محتاجين في العصر اللي احنا فيه ان القانون يتطور عشان يلبي احتياجات المجتمع وكمان احتياجات اعضاء هيئة التدريس. وفي بداية اعمال الجلسة العامة احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اربعة مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد اعضاء المجلس الى اللجان النوعية المختصة.